وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال ال 24 ساعة الماضية من ضبط 501 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 109 أطنان مواد غذائية وغير غذائية أما في مجال استيلاء على السلع المدعومة فتم ضبط 23.5 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 85 طن وفي مجال قضايا الخبز المخابز تم ضبط 724 قضية من بينها 189 قضية خبز ناقص الوزن و185 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة التوريد أرز الشعير تم ضبط أحد 11 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 92 طن.